ليغ 1 وليغ 2. ليغ 1 السنه هذه مازلنا في بدايه الموسم خذوا 450 الف دينار كل فريق، يعني ما نجموش نعملوا اكثر من هكا. رؤساء الجمعيات ما يلزمش نعملوا الملعب ونعطيه الفلوس، ما هو شنو لا فورم نتاعو رئيس الجمعيه. فهمت. يلزم زاد هما يقوموا بواجبهم. شنو تقترح انت مثال الفرق توا اللي كما قلت لك يعني عندهم ازمات خاصه من ناحيه الفلوس، شنو تقترح باش رؤساء نوادي ينجموا يعملوا على رواحهم ويلقاو موارد اخرى غير الوزاره مثال؟ انا اقول المفروض انهم قبل ما يدخل، ولهنا الحكمه انه انسان قبل ما يدخل على نادي او جمعيه لازم يفكر ولازم يخطط، ما يعتمدش على الدوله. الدولة ما تقدرش تعطي كل شيء، وهم يعتمدوا كثير على الدولة، اللي تصير له مشكلة يجينا للوزارة، وكل رئيس نادي رؤساء النوادي الكل ما عدا اثنين أو ثلاثة رؤساء النوادي الكل. وهذه مشكلة، المفروض زاد رئيس النادي عنده إمكانية باش يدخل، ولا يا أخي أنا ندخل عندي 500 600 ألف دينار نصرف إلا 600 ألف دينار، وهما مشاكلهم انهم مصاريفهم كبيره برشا. انا في كلهم يحبوا ينتدوا. كلهم يحب يعيشوا اكثر من امكانياتهم. بطبيعه الحال باش يوصلوا في اخر الموسم للافلاس. بطبيعه الحال باش يلقاو مشاكل مع اللاعبين. بطبيعه الحال باش يلقاو مشاكل مع البنوك نتاعهم. بطبيعه الحال باش تولي لي شيك سون بروفيزيون ويرجعوا لانهم عايشين اكثر من امكانياتهم. الدولة ما تنجمش تعايش زاد الفرق. الدولة عندها مشاكل أخرى، عندها الجامعات، عندها الرياضات الفردية، عندها الجامعات الأخرى، عندها الهوند، عندها الباسكيت، عندها الفوت، عندها 39 جامعة، ما عنديش كان كرة قدم منها. هذا الدولة قائمة بواجبها وأكثر من واجبها. لأن قبل ما كانوش ياخذوا الفلوس هذه. ما خذوا الفلوس هذه كان معاينة. ولهذا عليهم هما زاد باش يحسنوا المداخيل نتاعهم. اليوم احنا حضرنا برنامج ان شاء الله. و المؤسسه التغيير معناتها الجمعيات باش تصبح مؤسسات اقتصاديه، وعندنا سنه خدمنا عليه، وتوا عرضناه على مجلس الوزراء باش يقع تلقيحه، وباش نعديوه ان شاء الله على مجلس النواب ان شاء الله. مجلس تاسيسي. مجلس تاسيسي قريبا. ولهذا احنا قايمين بواجبنا، قايمين اكثر من واجبنا، احنا نفكروا في كل شيء، ما يلزمش زاد هما لازم يكونوا بواجبهم.